Watch out, Andrew Chun is here. هيا بنا للشرح. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد باذن ربنا. في الفيديو ده هنتكلم عن مناطق الضعف في جسم الانسان. في مناطق كده معينه في جسم الانسان مهما كان الانسان قوي تقدر تسيطر عليه عن طريقها، مهما كان قوه الانسان اللي قدامك، لان احنا ما بنتعاملش بقوه، احنا بنتعامل بعلم، بنتعامل بفن. لكن انت لو اعتمدت على القوه فطبيعي القوي فيه اللي اقوى منه، فاصبح دلوقتي انت كده ما بتعملش اي حاجه ومفيش فرق ما بينك وما بين الانسان الغشيم او ان هو مش متدرب. اتفضل يا محمد. طيب احنا هنبتدي الموضوع بالترتيب علشان انت ما تتلخبطش. طيب هنبتديها من فوق لغايه تحت. اول منطقه في جسم الانسان ضعيفه هي الانف. انا عايزك كده تدخل في دراعي ده بكل قوتك وبوزنك. وانا هنشد بالايد. شايفين هو عمل ايه؟ هو دلوقتي هو عمل لي دفعه. ليه؟ لان دلوقتي وزنه هو دلوقتي دخل في وزن جسمي، فاصبح دلوقتي دي كده قوه قصاد قوه. طب انا بص، انا هحط صبعي في الجزئيه دي. بص انا هحط صبعي على الجزئيه دي. حاول كده تكمل في الاتجاه ده. كمل. مش قادر صح؟ طب ليه؟ يعني هو دلوقتي مش قادر يكمل ليه؟ حاول كده، حاول تقومها. طب جرب يعني حاول. مش قادر صح؟ ليه؟ لان المنطقه ديت اساسا اعصاب حسيه ما يقدرش يقاومها. لكن لما انا جيت دلوقتي وتخش كده بقوه، شايفين هو عمل ايه؟ اصبح دلوقتي دي كده قوه قصاد قوه، لكن ديت اصبح منطقه ضعف. اصبح دلوقتي حتى لو انت واجهت حد بيدخل جيم او قوي، هيقوي المنطقه دي ازاي؟ اكيد ما فيش تدريب للانف يعني في الجيم. فاصبح دلوقتي دي من نقط الضعف في جسم الانسان. تاني نقطه وهي النقطه ديت، مثلا لو في واحد ماسك اخنقني كده، انا عايزك تخنقني دلوقتي، انت خانقني، مجرد ما انا اساسا مش عايز انا امسك دراعاته، مجرد النقطه دي لما ادوس فيها شايفين هو عمل ايه؟ فاصبح دلوقتي خلاص الموضوع انتهى، لان المنطقه ديت منطقه ضعف في جسم الانسان. يبقى اصبح دلوقتي احنا عندنا النقطه ديت اللي هي الانف، والنقطه ديت اللي هي الجزء الفاضي ده في تحت الرقبه. طيب في جزء تاني وهو فم المعده. لما تيجي تضرب اي حد ما تضربش في الصدر او تضرب في البطن، مجرد ما انت اساسا، بص انا عايزك، انا هعمل دفعه مش هعمل ضربه، حسيت بوجع. شايفين عمل ايه؟ مسك فم المعده وخلاص، دي ضربه اساسا كفيله ان هي تعيده في الارض. فاصبح دلوقتي دي من نقط الضعف في جسم الانسان. فبرضه فم المعده ملهاش تدريبات. فاصبح دلوقتي كده مهما كانت قوته لازم غصب عنه يبقى ديت نقطه ضعف بالنسبه له. طيب نقطه الضعف الثانيه اللي هي ايه؟ امسك كده مثلا رقبتي، لا امسكها بدراع واحد بس عشان تبان في الكاميرا. شايفين انتوا الجزئيه ديت؟ الجزئيه ديت عباره عن وتر. لو انا دوست عليها بصابع الابهام بالشكل ده، شايفين هو عمل ايه؟ ما قدرش يقاومها. لكن اصبح دلوقتي امسك تاني، لو انت مسكت دراعه وهو كان اقوى منك وانت حاولت ان انت تفلت، خلاص دي كده بقت قوه قصاد قوه. لكن بمجرد ما انا اسيبه يتحكم فيا، انا عايز قوته تزيد، بمجرد ما انت بتدوس على الجزئيه دي خلصت. حاول كده تقومها معايا، يعني مثلا امسك، حاول كده تمشي دراعك، شايفين مش قادر. فاصبح دلوقتي ممكن تعملها بصبع الابهام او بصبعين، او حتى مثلا ممكن تعملها بكل قوتك، يعني مثلا ممكن تدوس بالاثنين دول وتنزل، خلصت مش هيقدر يكمل معايا. فاصبح دلوقتي دي من نقط الضعف. لما تيجي تتعرض لموقف زي كده، او لما تيجي تتعرض لخنقه او اي حد اقوى منك مسيطر عليك، ما تتعاملش معاه بقوه. ليه ما تتعاملش معاه بقوه؟ لان بالطبيعي جدا لو هو اقوى منك كده كده هيتعرض لك. لو هو كان شايفك ان انت اضعف منه مش هيتعرض لك من البدايه. فاحنا للاسف احنا شعب كده، لما بنشوف اللي قدامنا اضعف مننا بنتعرض له. لكن طبعا لو انت شفت واحد اضخم منك هتقول يا عم ده انا لو دخلت ضده هيبهدلني. فللاسف احنا عندنا المشكله دي في مجتمعنا. فعلشان كده انت استهلك مناطق ضعف، ما تستهلكش مناطق قوه. يعني انا بلاحظ جدا ان في ناس لما بتيجي تدخل، مثلا ادخل كده ضدي، لا لا يعني مثلا اخنقني مثلا، بيحاول يمسك الاجزاء ذات القوه برضه بيكمل وبيفضل خانق. طب ما ليه؟ ما انت ممكن بالجزئيتين دول بعد كده تضرب في الوش خلصت. اصبح دي دلوقتي اسمها مناطق ضعف. يبقى اصبح دلوقتي احنا اول نقطه اتكلمنا عليها الانف، وتاني نقطه اللي هي النقطه ديت اللي هي في تحت الزور، وبعد كده اتكلمنا عن فم المعده، وبرضه اتكلمنا عن النقطه ديت. طيب من مناطق الضعف برضه الركبه، بس وهي مفروده. لو انا دلوقتي انا عايزك تتني ركبتك بالشكل ده، لا لا اديها بالشكل ده. لو انا دلوقتي خبطتك حاسس بوجع، طب اقفل كده ركبتك
طب هو دلوقتي فاردها، لا لا انا بعملها على الارض عادي، هي دلوقتي مفروده حسيت بوجع صح بسيط، لو انا ضربت ضربه قويه هيتكسر. ليه؟ لان المفصل معمول على اخره، زي مثلا الكوع، اتني كده كوعك، لا اتنين، لو انا دوست حاسس بوجع طب اتني كده كوعك، لو انا حاسس ان هو هيتكسر صح اول لما فرد. ليه؟ لان الكوع خلاص بقى ايه مفروض على اخره، فعلشان كده انت لما تيجي تستهلك المفاصل تستهلكها وهي مفروده، ما تستهلكهاش وهي متنيه. يعني مثلا كده ادي لكمه، انا مثلا صديت اللكمه بالرجل، ركزوا كده في الركبه، بضرب في الجزئيه دي علشان تتفرد، فاصبح دلوقتي انا كده بعمل ايه؟ بعمل عكس اتجاه حركه المفصل، بفرده، علشان كده خلاص كل سنه وانت طيب المفصل هيتكسر. اخر نقطه ضعف في جسم الانسان وهي الجزئيه ديت، الجزئيه اللي هي الحته دي، لو انا واجهت شخص وضربت في الجزئيه ديت، لو انا ضربت جزء جامد ممكن الوتر ده اساسا ينفصل على الرجل، فاصبح دلوقتي انت بتعملها ازاي؟ مثلا اضرب لكمه في نفس الوقت اللي انت بتصد بيه اللكمه، ركزوا كده على رجلك، تيجي بالجزئيه دي وضربه، الضربه ديت ممكن انت تكون مستهون بيها، لكن انت لو جيت جربتها وخبطت رجلك في المنطقه ديت كل سنه وانت تبقى حاسس بوجع شديد جدا، وممكن بعد الضربه ديت اساسا تتنقل للمستشفى. اتمنى تكونوا استفدتوا، وربنا يبعدكم عن كل شر وكل اذيه، وشكرا ليكم، ونشوفكم في فيديوهات اقوى واقوى. إذا أعجبك الشرح رجاء لا تنسي الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد من قناة أندرو.